متذكرين حكينا في حالة عندي خطين، الخطين ممكن يكون في لهم ثلاث حالات، 3 cases. ذكرون إيش الحالة الأولى؟ لما يكونوا perfectly parallel. الخطين perfectly parallel يعني زد. هلا رح نسميه إحنا زد I minus one. عارفين ليش رح نسميه زد I minus one؟ لأنه هو رح يكون الأكسس سواء كانت الجوينت ريفولوت ولا بريزماتيك، هو الأكسس تبع الجوينت السابقة يعني. ورح يكون اللي بعده رح نسميه نرمز له بالرمز زد I. هدول التنين perfectly parallel يعني they lie in the same plane. Parallel. فبالحالة هاي كم عدد إيش المسافة بين التنين؟ واضح مش هيك؟ أي خط لو رسمت أي خط ما بين أو خط عمودي طبعاً على هذا وعمودي على هذا رح يعطيني المسافة ما بين هذول الخطين، وفي عندي infinite number of joints. هذا المسافة هاي بين التنين رح نسميها link. فالA هاي رح نسميها link ورح نعطيها الرمز AI-1. فرح نرمزلها ب AI-1 رح تكون هي اللينك لينكث، فهي المسافة ما بين ZI-1 و ZI. الحالة الثانية ممكن يكونوا skew. وبحالة السكيو حكينا بكون عندي خطين مش متوازيين لكنهم بقعوا في two planes متوازيين. إذا two lines that lie in parallel planes بنسميهم two skew lines. في الحالة هاي في عندي خط واحد، يعني لو رسمنا هذا الخط وفرضنا انه هاي الوضعية تبعته اللي بكون فيها parallel هي هيك، بس اتحرك هذا الخط وعند هاي النقطة صار فيه دوران بزاوية الفا، فصار عندي هذا هو ZI وهذا ZI-1. فبالحالة هاي لازم يكون هاي عند هاي النقطة لو عملنا الإكسباندينج سيلندر رح يكون هذا عمودي على التنين. لاحظين هذا الخط عمودي على هاد وعمودي على هاد، هذا كانوا هيك وفي عند نقطة معينة لف بزاوية معينة، فالمسافة بينهم فيش عندي غير خط واحد. إذا هون عندي one option اللي هو هاد، في حين هون عندي infinite number of options لأنه عدد الخطوط اللي ممكن أرسمهم اللي بكون عموديين على الخط هاد وعلى الخط هاد continuously في عدد هائل من الخطوط. أي واحد من هدول أنا بختار وين أنسب مكان إني أحط، وهذا رح يكون هو الـ X axis اللي هو XI-1. فهذا الاتجاه أو هذا هو الـ X axis للفريم اللي موجود هون، فهون رح يكون عندي في فريم رح أسميه فريم I minus one, the frame I minus one. وهون رح يكون عندي هلا في x تاني رح تطلع اللي هي xi رح تصير الفريم I plus one. هون عندي infinite number of possibilities حتى اني ارسم هذا الخط اللي هو المسافة ما بين ال two axes اللي هم zi minus one و zi. والحالة الأخيرة انهم بكونوا intersecting يعني ZI minus one and ZI intersect، وبالحالة هاي المسافة ما بين هدول الخطين يعني هاي نقطة التقاطع حقيقية زي ما أخذته بالهندسة الوصفية، هاي نقطة التقاطع حقيقية مش إنه أنا جبت الخطين وحطيتهم فوق بعض وطلعت عليهم من هون. كل فاهم علي؟ هاي نقطة التقاطع من وين ما طلعت عليها رح في نقطة تقاطع هون، نقطة التقاطع بين الخط الأول والخط الثاني. فهون عندي هذا ZI minus one، هذه ZI، هاي intersection point بالحالة هاي XI minus one اللي هو X لهذا الفريم لازم يكون عمودي على البلين اللي بيحتويهم. هلا هم لما خطين يتقاطعوا معناها أكيد إذا if two lines intersect then they lie in a common plane. كل فاهم ايش يعني؟ اذا عندي خطين بتقاطعوا خلص هيو البلين. احنا اصلا احيانا لما نعبر عن بلين احد الاشياء اللي بحتاجها حتى اعبر عن بلين بحط خطين متقاطعين، مزبوط؟ اذا رسمت خطين متقاطعين
هدول البلين بحتويهم الاثنين، البلين بحتوي الخط الاول والبلين بحتوي الخط الثاني. فالديستانس بينهم اللي هي اللينك لينث ايش صارت هون؟ زيرو. واكس اي ماينس 1 لازم يكون عمودي على هذا البلين. هلا انسب مكان اخذه من نقطه التقاطع، هلا ممكن يكون طالع من الصفحه ممكن يكون داخل على الصفحه، بس لازم يكون عمودي على البلين اللي بيحتوي التنين. اكس اي ماينس 1 لازم يكون عمودي على البلين اللي بيحتوي زد اي وزد اي ماينس 1. هون عندي طبعا هاي هي اللينك لينكث، وهذا طبعا هون هذا هو اللينك لينكث اللي راح نرمز له بالرمز ايه. نعم تفضل. الاكس اي بتعتمد على الاكس اللي بعده. تمام. اكس اي ما بقدر احددها هلا لحد ما اشوف زد اي بلس 1. فزد اي مرتبطه ب عفوا اكس اي مرتبطه بزد اي، وبتعتمد على العلاقه بين زد اي وزد اي بلس 1، وبتطبق نفس اللي طبقناه الان بنكمل بنفس الطريقه. فاكس اي بحددها، اصعب بارامتر تحدده هو الاكس. اذا نراجع الثلاث حالات، اول ما بتطلع بحط زد. زد على فكره وين كنا نحط زد؟ وين زد بعمل لها الوكيشن دائما؟ على الاكسس تبع اللينك. فاذا كانت ريفولوت واضح انه اللينك، اذا كانت ريفولوت هي هون ناخذ نطلع هدول، اذا كانت اللينك هاي اللينك ريفولوت راح احط زد بهذا الشكل من هون، واذا كانت بريزماتيك انا ما عنديش هون بريزماتيك، اذا كانت بريزماتيك بكون زد. طبعا ممكن يكون هيك وممكن يكون هيك، ونفس الشيء زد ممكن يكون هيك وممكن يكون هيك. اول شيء بعمله اي اساين زد، زد 0 زد 1 زد 2 لحد ما اوصل زد ان. بعدين بصير اقارن زد اي ماينس 1 بزد اي، وبشوف اي حاله من الحالات الثلاثه تقع حسب الحاله. بعدين ببدا بفكر وين بدي احط اكس اي ماينس 1، لاني عم بطلع على زد اي. هلا بتحب انت تشتغل زد اي وزد اي بلس 1 سميها زي ما بدك، بس نفس الشيء بينطبق انه انا الاكس اي بحددها مع زد اي، او زد اي ماينس 1 بحددها مع اكس اي ماينس 1 بحددها مع زد اي ماينس 1. الحاله الاولى انهم متوازيين، متوازيين معناها في عندي عدد هائل من الاوبشنز بوصف المسافه ما بين التنين. طبعا المسافه بين الخطين لازم دائما تكون، الخط اللي بيلمس المسافه بين الخطين لازم يكون عمودي على الخطين. الحاله الثانيه هم سكيو، سكيو يعني كانهم كانوا بارلل، كانه التنين كانوا بارلل عند نقطه معينه واحد منهم لف، كانهم كانوا التنين اصلا بارلل. هاي انا عشان هيك رسمت هذاك، وفي نقطه معينه قررت اني الف هذا. هاي الزاوية رح نسميها ألفا، اللي بنسميها لينك تويست، كأني عملت لها تويست ألفا من هون، فكأني عملت تويست لألفا بالحالة هاي. والحالة وهون بالحالة هاي لازم اكس، فيش عندي غير حل واحد، مكان واحد بوصف المسافة العمودية ما بين الخطين هدول، اللي هي لازم تكون عند النقطة اللي نعملها تويستينج. وحكينا الطرق، أحد الطرق ممكن أستعملها أفكر فيها الإكسباندينج سيلندر. لو حطيت إكسباندينج سيلندر حول أي واحد منهم هدول وبديت أوسع الإكسباندينج سيلندر، راح يلمس الخط الثاني في نقطة اللي تانجنشال عند هاي النقطة، المسافة بتكون هي ألفا، وبعدين زاوية ما بين الخط إلى سطح السيلندر والخط اللي موجود هون توصف لي التويست. والحالة الثالثة إنهم يكونوا التنين intersecting. فلازم قبل ما تحدد XI تقرر أي واحدة من الثلاث حالات اللي موجودة هون تنطبق.